ننتقل إلى عالم آخر وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، إذا ممكن أسماء بنت نأخذ عميس عنها. رضي الله عنها وأرضاها، كما قلت أنا أعيد كلامي في أنني ليست القضية قضية سرد قصصي، وإنما القضية قضية كيف نستنبط. الله عز وجل ذو فضل عظيم، وفضله لا يحد لا بزمان ولا بمكان، والناس في هذا يتفاوتون، كل ننهل من فضل الله. ربنا علمنا عن طريق نبينا أن إذا خرجنا من المسجد أن نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. على المؤمن أن يستشعر هذا حتى يؤتى فضل الله جل وعلا. أسماء بنت عميس تزوجت جعفر بن أبي طالب وأسلمت معه في مكة، وهاجرت معه وهي عروس إلى الحبشة، ولدت له بعض أبنائه مثل عبد الله، ولدتهم كلهم في الحبشة. ثم عادت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى المدينة عام 7 من الهجرة، ويومها ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مقولته المشهورة: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. كان هذا موافقا لفتح خيبر. ثم إنها فجعت بمقتل زوجها شهيدا في معركة مؤتة، قتل جعفر في معركة مؤتة، فأصبحت أرملة ولديها صبية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنها وقال: أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جعفر حبا شديدا، وهو أحد الخمسة من بني هاشم الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قصتها الآن مع من؟ مع جعفر. لما مات جعفر واستشهد كما قلنا في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أبو بكر لم يصبح بعد خليفة، فتزوجها وأنجب منها ابنا أسماه محمد. هذا محمد ولد والنبي عليه الصلاة والسلام يهم بالحج، بحجته المعروفة بحجة الوداع. لما وصلوا ذي الحليفة المعروفة اليوم في المدينة بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة ومهلهم، نفست أسماء بنت عميس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وأن هذا لا يمانع الإحرام. فاغتسلت ولبت بالحج، فولدت ابنها محمد أين؟ في ذو الحليفة، وهي ذاهبة إلى الحج. ثم إن أبا بكر لما عاد من حجة الوداع توفي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، فآلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما زال زوجا لمن؟ لأسماء بنت عميس. محمد يومها في السنين الأولى من عمره. كان أبو بكر يرى فيها من الصلاح والتقوى ما لا يصدق، وهذا الذي جعله يوصي أن تغسله هي، بالرغم من أن أبا بكر يوم مات كان أبناؤه عبد الله وعبد الرحمن موجودين، وكان بعض بني تيم موجود في المدينة يعني من عصبته، وبعض أصحابه كعمر وعثمان وخيار الصحابة كانوا أحياء وموجودون كانوا أحياء وموجودين في المدينة. ومع ذلك أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. وأنا أقول في غالب الظن أنه لو لم يكن يرى من صلاحها وتقواها وحبها له لما أوصى أن تغسله. وكانت صائمة، وبكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجود بنفسه وقد أوصاها أن تغسله، علم أنها صائمة فعزم عليها أن تفطر، وقد كانت راغبة في الصيام فغسلته وهي صائمة، وكان يقول لها هذا عند فراق الدنيا، هذا أقوى لك، يعني أقوى لك في أن تغسليني، فغسلته وهي صائمة. فلما فرغت من غسله رضوان الله تعالى عليهما وقرب النهار وأن ينتهي وأقبل الليل، ما أرادت أن تحنث أو أن يعني تجعله يقول رغبة لا تلبيها، فأفطرت رغم غروب الشمس إكراما لزوجها الذي توفي قبل قليل رضوان الله تعالى عليه، فأفطرت وشربت ماء حتى لا يصيب شيء أبا بكر شيئا من أن بعض كلامه لم ينفذ. وهذا كله يدل على ورعها، يدل على تقواها، يدل على ولائها لزوجها. فلما فرغ أبو بكر يعني دفن رضي الله عنه وأرضاه، وآل الأمر إلى عمر ثم إلى عثمان ثم إلى علي، بعد ذلك يعني بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب، فأصبحت هذه المرأة الجليلة قد تزوجت جعفر وتزوجت أبا بكر وتزوجت علي بن أبي طالب. فنشأ محمد بن أبي بكر الذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نشأ في كنف علي رضي الله عنه، وكان من له ولاء عظيم لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وشاركه في حروبه مع أهل الشام. ثم إنه قبيل ذلك، قبيل مقتل عثمان، ورد أن أبا بكر أن محمد بن أبي بكر دخل على عثمان، ومعلوم أن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه قدموا من مصر أكثرهم،
وقد كان محمد في مصر فدخل على عثمان، فلما دخل على عثمان يروى أنه أخذ بلحية عثمان فذكره عثمان بمكانته عند أبيه أبي بكر وقال له يا ابن أخي إنك أخذت بلحية كان أبوك يكرمها، فأثرت هذه الكلمة في محمد وخرج. فما ينقل في بعض الكتب أن محمد بن أبي بكر شارك في قتل عثمان باطل، لم يشارك محمد بن أبي بكر لا استند على أي دليل تاريخي، وإنما لما ذكره عثمان بهذا الأمر خرج نادما وليس له يد في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن البعض في ذلك الزمن يعني الناس يعني بعض الناس إلى اليوم تجد أنت اختلط عليه يختلط عليه الأمر أو يتعلق بأي شبهة أو يجد أي أمر يحاول أن يتسلقه ليجده عذرا في قوله. فلما كان هذا ما كان وشاع في الناس وأصبح محمد بن أبي بكر مع علي رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل من جنود معاوية اسمه معاوية ابن حديج الكندي ومعه جيش من أهل الشام، وأخذوا يتتبعون محمد بن أبي بكر بعد أن أرسله علي واليا على مصر. فاحترب الجيشان وغلب جيش محمد بن أبي بكر، فما زالوا يطاردونه حتى انتهوا إليه في مكان خرب وأخذوه وقتلوه قتلة شنيعة لا حاجة يعني لذكرها، انتقاما لمقتل عثمان، انتقاما في ظنهم لمقتل عثمان. فقتلوه قتلة شنيعة بلغت أمه أسماء بنت عميس وبلغت عائشة، فأما عائشة فاسترجعت وضمت أبناء محمد إليها الذين منهم الفقيه المعروف القاسم بن محمد، فهذا نشأ على تربية عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا واحد. أما أمه وهذا من يعني مما يسمعه الإنسان فيتقطع قلبه، لما بلغ أسماء مقتل ابنها هذه القتلة الشنيعة دخلت مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. الإنسان أحيانا إذا كتم الأمر الجسد لا يطاوعه، قد تنتصر على روحك لكن لا تنتصر على جسدك. شخب ثدياها دما بمعنى وهي في مسجدها كاظم الغيظ تسترجع صابرة كأن الجسد لم يطق تحمل هذا الأمر الجلل، فأصبح الدم يخرج من ثديها. وهذا تعبير الحافظ ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة، قال ويقال إنه لما بلغها مقتل ابنها دخلت مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. والعرب تسمي اللبن إذا خرج أو ما يخرج من الضرع تسميه شخب، يعني المصدر شخب من الفعل شخب يعني صوته يسمى شخب. فانظر ما بلغ بها رضوان الله تعالى عليها، مع أنها كانت عظيمة القدر في زمن النبوة، لأنها لما قدمت من الهجرة من هجرة الحبشة جاءها عمر يمزح معها فقال يا حبشية، يعني كنتم في الحبشة وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إنكم كنتم مع النبي عليه السلام يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم وكنا في ديار غربة ولا أخبرن النبي عليه الصلاة والسلام بما قلت، فأتت النبي وأخبرته فقال لها لهم هجرة ولكم هجرتان، لهم هجرة ولكم هجرتان، فمن كان معهم من أصحاب الهجرة إلى الحبشة كأبي موسى وغيره فرحوا فرحا عظيما بهذا الحديث ويأتونها أفواجا يسألونها هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا هجرتان، فتقول نعم رضوان الله تعالى عليها.